وقد وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا إلى مركز المنارة للمؤتمرات، حيث بعد قليل يبدأ هذا الحدث المهم، هذا الحدث الإفريقي في هذه النسخة الثانية كما ذكرت يا نهى، والتي نجحت نسختها الأولى فكانت شفيعة لنجاح هذه النسخة الثانية بل والتطوير في هذه النسخة. الحقيقة هذا المعرض وهذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية وكذلك في الشرق الأوسط. صحيح محمد، نشهد الآن مشاهدينا الكرام وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز المنارة للمؤتمرات لبدء انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية. هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام يأتي تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030 والتي تهدف بالأساس إلى العيش بكرامة، إلى صحة المواطن المصري، إلى الارتقاء بالمواطن المصري في كافة جوانب الحياة.